أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هناخد لكتشر 11 في الإندوكراين، وهي اللاست لكتشر، وهي خاصة ببقية الهرمونات غير الإنسولين اللي بيطلعوا من البنكرياس والدايابيتس ميليتس. وكعادتنا هنبتدي بالامتحان، هنشوف الامتحان. فالامتحان كان على الانسولين، وعايزك تركز معايا، ده امتحان مهم يا اولاد، امتحان الانسولين ده. هقعد بس قصه. فهنا اختار one answer is correct regarding the insulin. It's secreted by the alpha cells of islet of Langerhans بالاكزوسيتوزيس. طبعا هو البيتا سيلز اللي هي 70% من السيلز اللي هي اكتر سيلز. هل transported in the blood mostly bound to plasma proteins؟ لا هو free، يبقى ده غلط. It's a polypeptide hormone، دي صح. وبنعيدها تاني، كل البنكرياتيك هرمونز، كل البنكرياتيك هرمونز are polypeptides. It's secreted in blood mostly as proinsulin. لا proinsulin ده من 13% بس. سؤالي وعليه يبقى الإجابة الصحيحة هتبقى هو C for cat. سؤال التاني actions of insulin do not include. طبعا بيعمل هو الميجور هايبوغليسيميك، هو الأساس اللي بيعمل هايبوغليسيميك، الأساس اللي بيعمل لايبوجينسيس نمرة بي، الاساس اللي بيعمل بروتين انابوليزم، لكن هل بيزود الكيتون بادي فورميشن؟ لا، ده هو الميجور انتي كيتوجينيك هرمون، بيمنع تكون الكيتون بادز. يبقى الاجابه الخطا وهي المطلوبه تبقى دي فور دادي. انسولين سيكريشن از انكريزد باي نقص السيرم بوتاسيوم، بينقص الانسولين، لان هو الانسولين اوريدي بينقص البوتاسيوم، فما يبقى ناقص ما يطلعش. جلوكاجون دي جميله قوي، ما قلنا الجلوكاجون ده بيزود الانسولين، وحاجه غريبه مع انه انتي انسولينيك، قلناها ليه؟ عشان هو بيزود الجلوكوز وبيطلع الانسولين يستخدمه له، كما انه ما قيمه المال الى ان ينفق، ما قيمه الجلوكوز الى ان يحرق. انما الليبتين هرمون، وقلنا ليبتين يعني كلمه ثين اللي بيخلي الواحد رفيع، بينقص الانسولين طبعا، الانسولين ده بالعكس بيتخن، هو الهرمون الوحيد اللي بيتخن، بيعمل لايبوجينيسيس. سوماتوستاتين من اسمه ستاتين، قلت ده يونيفرسال انهيبيتور، مفيش ولا حاجه بيزودها، ده دي الكيف الانسر بتاع اي سؤال بتاع السوماتوستاتين. زي ما هنشوف اي حاجه بتزيد يبقى مش تبع السوماتوستاتين، اسمه ستاتين بيوقف، وعليه الاجابه الصحيحه تبقى بي فور بيبي. السؤال الرابع انسولين دو نوت ستيميليت، الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر رقم 2، دي الإجابة الصحيحة، ملوش علاقة بيه، هو بيستيميليت الجلوكوز ترانسبورتر رقم 4 والجلوكوكينيز في الليفر والجلايكوجينيسيس، دي الإجابة الصحيحة. يبقى هنا الإجابة الصحيحة اللي ما بيعملوش استيميليشن هو الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر اللي هو ايه. وبعدين السؤال الأخير ريجاردينج انسولين ريسبتورز، هل هما سيتوبلازميك ريسبتور؟ لا، هو بولي بيبتايد أساسا، بيبقى زي ما قلنا لايبوفوبيك، ما بيدوبش في الليبيد، ما يدخلش جوه السيل ممبر، يبقى لازم يبقى على الاوتر بوردر اوف سيل ممبر، اللي هو كان بيمسك في التو هيدز الالفا، التو الفا سب يونتس اللي هم الهيد، يبقى ده غلط. التو بيتا سب يونتس اكت از تيروزين كاينيز، صح، اللي هم التيل، لما قلنا يمسك الانسولين في الهيد الديل يلعب يتنشط اللي هو التيروزين كاينيز، يبقى دي الاجابه هنا الصحيحه. Their affinity to insulin is increased in Cushing. لا، في الكوشنج بيزيد الجلوكوكورتيكويدز، الجلوكوكورتيكويدز بتقلل affinity مش تزودها. Their number is decreased in starvation. بالعكس، their number is increased in starvation، في المجاعات. وعليه السؤال الأول إجابة C for cat، الثاني هيبقى D for daddy، الثالث B for baby، الرابع بي فور الفا، الخامس هيبقى بي فور بيبي. طيب نبتدي باذن الله بقى المحاضره الاخيره في الاندوكراين.
احنا كنا خدنا اولاد ان اهم هرمون ان عندنا في البنكرياس في عجالة كده نتذكر مع بعض انه اهم هرمون في البنكرياس كان هو الانسولين، لانه بيطلع من البيتا سيلز اللي تمثل 70% من السيلز بتاعت الايلت اوف لانجر هانز. ولو كنت فاكر انه قلنا ليه سموه انسولين، لانه اي ان يعني بروتين، هو حقيقه الامر بيبتايد، وانسولا يعني جزيره، يعني من كتر ما هم فاهمين ان ده اهم هرمون بيطلع من الجزر لانجر هانز سماه فريدريك بانتينج انسولين. وقلنا ان اللي اكتشفه فريدريك بانتينج في سنه 1921 وحاز جائزه نوبل في سنه 1923 في واحد من اعظم الاكتشافات في الطب زي ما هنشوف، لان قبل كده كان مصير العيانين اللي هيجي لهم سيفير دايابيتس ميليتس هو الموت. بوجود الانسولين خلاص الحمد لله المشكله has been solved. فبانتينج خد جائزه نوبل في سنة 1923، وقلنا خدها مع ثلاثة تانيين مع انه هو المكتشف الاساسي فريدريك بانتي. نيجي بقى لتاني هرمون وهو الجلوكاجون. يبقى الهرمون التاني هو الجلوكاجون يا ولاد. وقلت حب الترمينولوجي قوي، وهنا الترمينولوجي برضو عاوز اقول لكم حاجة مش بس مهم كمعلومة، يعني طبعا لا يستوي الذين يعلمون مع الذين لا يعلمون، وانه طبعا الناس اللي عندها معلومات في الدنيا دلوقتي، احنا في ثورة معلوماتية في العالم، بيفرقوا على اللي ما عندهمش، لا ده هنا بيساعدنا في الاكشن. فانا قلت لك هو ليه سموه جلوكاجون، حتى انا مساعدك بالالوان اهو، قلت لك انا قسمتها جلوكوز اجونست، يعني اول اربع حروف ماخوذه من اللي هو باللون الاسود كلمه جلوكوز، والاربع حروف اللي بعديهم اجونست يعني مساعد، يبقى خلاص من غير ما اعرف يبقى ده 100% بيساعد الجلوكوز، يبقى اهم وظيفه ليه بيعمل هايبر جلايسيميا. ادي قيمه الترمينولوجي، مش بس كمعلومات لكن بتساعدني في الفهم انه هو هايبر جلايسيميك هرمون. ده جلوكاجون. هذا الجلوكاجون بنحب الهيستوري تبقى عارفه، اكتشف بكامبول اند مارلين، وده كان سنه 1920. وبعدين هو وصفه، هو اللي اداله الاسم جلوكاجون يعني جلوكوز اجونست في سنة 1923، اللي هو نفس السنة اللي خد فيها بانتينج واصحابه جائزة نوبل في واحد من اعظم اكتشافاته هو الانسولين، فهو سماه جلوكاجون في سنة 1923. اما الاستراكشر بتاعه عرفوه في سنة 1950، اللي اكتشفوه اتنين كيمبول اند مارلين، تبقى عارف الكلام ده لنفسك. يعني نيجي بقى أول معلومة في الجلوكاجون، سينسس تخليق علمنا. طب ده بنكرياتيك هرمون، يبقى تركيبه بوليبيبتايد، يعني البوليبيبتايد والبروتين قلنا الطريقة هي ما بتختلفش، بيتعملوا كبري برو هرمون ثم برو هرمون ثم هرمون، فالبداية هي حطينا القاعدة، أي بروتين أو بوليبيبتايد هرمون نفس القصة بري برو جلوكاجون. وما تسالنيش فين، 100% هيبقى في الرايبوزومز بتاعت الجرانيولار اندوبلازميك ريتيكولم. في الالفا سيلز اوف بنكرياس اللي هي بتطلع جلوكاجون هيتكون الميجور برو جلوكاجون فراجمنت، الميجور برو جلوكاجون فراجمنت خلاص، اللي هو هيدي جلوكاجون بعد كده. في ال سيلز بتاعت الجاسترو انستاينال تراكت بيبقى بروسيست، يعني بيتحول الى جلايسين 10، وحاجتين تانيين اللي هما جلوكاجون لايك بوليبيبتايد 1 وجلوكاجون لايك بوليبيبتايد 2، وظيفتهم ايه بقى؟ ان هما يستيميليت الانسولين. ومره تاني ما تسالنيش ازاي الجلوكوز الجلوكاجون بيبقى بروسيست المواد بتطلع الانسولين، لان قلت الجلوكاجون وكل الانتي انسولينيك هرمونز اللي بيزودوا الجلوكوز ما لهمش قيمة إلا لو طلعوا إنسولين، لأن هما بيزودوا الجلوكوز، يبقى لازم يجي الإنسولين يستخدم هذا الجلوكوز، وإنها القاعدة. فالبري برو جلوكاجون بيبقى بروسيسد في حتتين، في البنكرياس في الألفا سيلز، وفي الجاسترو انستاينال تراكت في الإل سيلز. هنا بيبقى بروسيسد الجلوكاجون
ومعاه ميجر بروجلوكاجون فراجمنتس زي هناك بالظبط. اما كان قلنا المعظم بيبقى انسولين وشويه صغيرين برو انسولين، نفس القصه هنا في الالفا سيلز اوف بانكرياس بيبقى بروسيس لجلوكاجون ده المعظم وشويه صغيرين ميجر بروجلوكاجون فراجمنت. في ال سيلز اوف جاسترونسال تراك بيبقى بروسيس لجلايسين 10 وجلوكاجون لايك بوليبيبتايد 1 عند جلوكاجون لايك بوليبيبتايد 2 وظيفتهم الاساسيه يستيميت الانسولين، فهو يزود الجلوكوز ويجي الانسولين يستخدمه له. طيب نيجي الاكشنز، ده سؤال نظري مهم اساله. قلت لكم كل الاندوكراين والريبرودكشن عندنا 14 هرمون، في الاندوكراين عندنا 11 منهم مهمين بس، ان في 3 في الريبرودكشن، ده اخر واحد في المهمين اللي هو جلوكاجون. تعرف لي اهم حاجه الاكشنز والكنترول. في الاكشن احبكم تكتبوا لي تملي قبل ما تبتدي الاكشن للطالب الممتاز، تكتب لي الميكانيزم في اكشن، في عجاله مش هتشرح الميكانيزم ده لوحده سؤال. طب ده بولي بيبتايد، يبقى اذا هو هيدروفيليك لايبوفوبيك، ما بيدوبش في الليبيد، يبقى مش هيدخل جوه الخليه، يبقى هيمسك في ريسبتور، والريسبتور ده اللي على الاوتر بوردر اوف سيل ميمبرين بيبقى كابل تو جي بروتين، اهو كابل تو جي بروتين اللي هو بيشتغل. قلنا الجي بروتين باربعه سكند ميسنجرز اهمهم هو السايكليك ام بي. يبقى كل الهرمونات بتاع البنكرياس القاعده واحده، كلهم بولي بيبتايد، يبقى كلهم الريسبتور بتاعهم في الاوتر بوردر اوف سيل ميمبرين، لان هم ما بيدوش في ليبيد في السيل ميمبرين اللي هو ليبيد، فلازم يبقى ريسبتور بره على الاوتر بوردر اوف سيل ممبر. كلهم هيشتغلوا عن طريق ريسبتور كابل تو جي بروتين، وفي معظمهم مش كلهم هيشتغلوا عن طريق اهم سكند ميسنجر هو السايكليك ام بي. يبقى شوف بقى بدانا من كتر ما عدنا يا اولاد نرسي قواعد تساعدنا عن طريق السايكليك اي ام بي. طب نيجي الاكشن، هنقسمهم سته، حب النظام جدا يا اولاد، ما عشقت مثل عشقي للنظام. هقسمهم ثلاثة وثلاثة. قلنا العقل البشري ما يقدرش ياخد جروب اوف مور ذان فور، هنثبتها في السايكولوجي، مقدرش تعرف اكتر في جروب واحد اكتر من اربع معلومات، فلازم اما تلاقيهم اكتر من اربعه تقسمهم. حتى قلت نمر التليفون في امريكا وفي كندا بتبقى 10 نمر بيتقسموا كالاتي، ثلاثة ثلاثة اربعة، ده الطريقة. فنيجي على اول ثلاثة، ايه الرابط ما بينهم؟ هتفتكرهم ازاي؟ كربوهيدرات فات بروتين. طب في اتنين اهداء قلت وهقول وبقول مليون مرة، على الكربوهيدرات والفات الانسولين زي الفريق ما يحب الشريك، اللي يعملوا الانسولين على الكربوهيدرات والفات ما يعملوش اي هرمون اخر. فقلت لو حضرتك عارف الانسولين بيعمل ايه على الكربوهيدرات والفات يبقى انت عرفت بقية الهرمونات، ودي مثال منهم الجلوكاجون. لما بتدي حقنة انسولين الجلوكوز بيقل، هايبوغلايسيميا، يبقى الباقيين كلهم وموضوعنا دلوقتي الجلوكاجون، الجلوكاجون هيزود الجلوكوز هايبرجلايسيميا، وعشان كده سموه جلوكاجون اجونست للجلوكوز، من هنا جت الكلمه جلوكوز اجونست هايبرجلايسيميا. على الفات قلت الانسولين هو الوحيد اللي بيتخن، بيعمل لايبوجينيسيس وانتي كيتوجينيك، يبقى هنا بالعكس هيعمل لايبوليسيس وبالتالي هيتكون كيتون بوديز. يبقى اول اتنين معروفين اهو، سهلين خالص. طيب نقول التفاصيل ازاي بيزود الجلوكوز من الليفر، بيعمل مين العمليتين في الليفر اللي هما بيطلعوا جلوكوز اللي كان حتى بينقصهم الانسول عشان الانسول ما بيزودش جلوكوز؟ الجلايكوجينوليسيس والجلوكونيوجينس. هو بقى بيزود وهقولها لك بطريقتي، الجلايكوجينوليس ثم الجلايكوجينوليس ثم الجلايكوجينوليس، عندي الاهم وكان اللي بيعمل معاه نفس العملة الأدرينالين لو فاكر في الأدرينال المضلة. يعني الجلوكاجون أهم حاجة بيعمل جلايكوجينوليس ثم جلايكوجينوليس ثم جلايكوجينوليسيس وكمان جلوكونيوجينس الاثنين، بس تبتدي بالجلايكوجينوليس. وهنا بقى في جملة مهمة جدا، لو عيان عنده سيفير هايبرجلايسيميا عاوز تنقصها له، إيه الجرعة اللي تديها لو السكر زايد وعاوز تنقصه؟ آسف السكر ناقص وانا عاوز ازوده، لان قلنا الهايبوغلايسيميا هي الحاله الاخطر. عيان عنده الجلوكوز ناقص وخايف يدخل في الكومه وعاوز تزوده،
مين اكتر واحد بيزود الجلوكوز من اسمه؟ جلوكاجون يعني جلوكوز اجونست. تدي له جلوكاجون، تحفظ بقى الجرعه دي، هتدي له 1 مايكرو جرام لكل كيلو جرام من البادي ويت. 1 مايكرو جرام جلوكاجون يعني لو وزنه 100 كيلو جرام تدي له 100 مايكرو جرام جلوكاجون. كل ده هيعمل زياده قد ايه؟ هيزود لك البلاد جلوكوز 20 ملي جرام في ظرف 20 دقيقه، حتى الاعداد لذيذه خالص. يبقى اذا حاله الهايبوجلايسيميا اللي هنعرفها هي من اخطر الحالات في الطب، ان الجلوكوز ينزل ممكن ازودها. مين الهرمون اللي بيزود الجلوكوز، مساعد الجلوكوز اللي اسمه اشتق ان هو جلوكوز اجونست؟ الجلوكاجون. طب الجرعه لكل كيلو جرام تدي 1 مايكرو جرام، ده يزود لك قد ايه؟ 20 بعد 20 دقيقه. حلو خالص. يبقى قلنا على الكربوهيدرات بيعمل هايبرجلايسيميا، الفات بيعمل لايبوليسيس ويقلل اللايبوجينس عكس الانسولين. طب نيجي على البروتين برضه، فكر عكس الانسولين. الانسولين كام؟ انابوليك، ده ذا مين كاتابوليك هرمون، ده بالعكس بيكسر بروتين. ويفهم ليه ان هو مش عاوز نبني بروتين، ليه؟ عشان نفهم، لانه مش عاوز الامينو اسيد دي تبني بروتين، لانه عاوزها يعمل بيها جلوكونيوجينسيس، يحولها لجلوكوز. فعش كده بيزود الامينو اسيد ابتيك باي ذا ليفر. يبقى اول ثلاثه اكشن للجلوكاجون يا اولاد اللي هم كربوهيدرات فات وبروتين عكس الانسولين تماما. الانسولين هايبوجلايسيميا، الجلوكاجون هايبرجلايسيميا، بيزود الجلايكوجينولسيس ثم جلايكوجينولسيس ثم جلايكوجينولسيس وجلوكونيوجينس. الانسولين كان بينقص الاثنين دول لو كنت فاكر. الانسولين بيعمل لايبوجينيسيس بيتخن، الجلوكاجون يعمل لايبوليسيس كبقيه الهرمونات. الانسولين كان بيعمل بروتين انابوليزم، ده ذا مين كاتابوليك هرمون، اهم كاتابوليك هرمون. وفهمتك ليه مش عاوز يستخدم الامينو اسيد في بناء البروتين، لان عنده استخدام اخر ليها، ان يحولها جلوكوز بالجلوكونيوجينسيس، لان هو بيساعد الجلوكوز، هو وظيفته يزود الجلوكوز. ثلاثه اكشنز ثانيين اقل اهميه يعني دول عليهم النمر. زي ما بقول ترتيب المعلومات يا اولاد ايكوالي امبورتنت اد كم المعلومات. يعني لو بدات بحاجه غير كربوهيدرات فيها بروتين يبقى بتهرج. طيب ناخد نمره 4 و5 و6. 4 بيعمل كالوروجينيسيس، يعني بيطلع سعرات. ليه؟ بيزود الكالوريز ديو تو هايبرجلايسيميا، لانه لما زود الجلوكوز والجلوكوز ده قلنا هيتحرق هيدي سعرات. وعمليه الدي امينيشن اوف امينو اسيد في الليفر ده لوحدها كاي كيميكال رياكشن بيطلع عن طريقه انرجي. يبقى مصدر الانرجي حاجتين، الهايبرجلايسيميا والدي امينيشن اوف امينو اسيد. طب نيجي على الهارت، طب هو بيشتغل عن طريق هنا للطالب ذكي السايكليك ام بي، شوف بشاور لك بالليزر اهو. طب ما البيتا ريسبتور اللي كانت بتستيميليت الهارت والهرمون والميتابوليزم بتشتغل بالسايكليك ام بي، يبقى هو بيستيميليت الهارت، عنده بوزيتيف انوتروبيك افكت، لانه اهي التفسير بيزود سايكليك ام بي اللي هي نفس الفانكشن بتاعت البيتا. واحنا قلنا البيتا ريسبتور انهبي بيتوري ما عدا على ثلاثه، اقولهم مليون مره، هارت هرمونز وميتابوليزم. positive inotropic، وعلمتك يعني ايه انو. انو ده اله القوة عند الاغريق، فاما اقول positive انو يعني بيزود القوة، قوة انقباض القلب. وبعد كده نمرة 6 مهمة جدا في الامس كيو، وجبتها لكم سؤال النهاردة، ان هو بيستيميليت secretion of insulin. قلت الانسولين ده كل الهرمونات اللي انتي انسولينك اللي بيعلو الجلوكوز، حاجة غريبة بيطلعوا الانسولين. ليه؟ عشان هم علوا الجلوكوز ويجيبوا الانسولين يحرق لهم ويستخدم لهم هذا الجلوكوز. كما انهما قيمة المال الى ان ينفق، ما قيمة الجلوكوز الى ان يحرق. ده هو ما بيزودش بس الانسولين، بيزود كمان الجروث هرمون والبنكرياتيك سوماتوستاتين. ده الستة اكشنز بتوع الجلوكاجون، وبطريقة جميلة وسهلة. تقسمهم ازاي؟ ثلاثة وثلاثة، ثلاثة كربوهيدرات ليبيد بروتين اللي هو الأورجانيك سابستنس، العكس الإنسولين تماما. لو أنت حافظ الإنسولين إعكس هتقولهم صح، هايبرجلايسيميا
عن طريق انه بيزود الجلايكوجينولسيس والجلوكوجينولسيس. الانسولين كان بالعكس بيعمل هايبوجلايسيميا وكان بينقص الاثنين دول. علفات لايبوليسيس كبقيه الهرمونات الانسولين هو الوحيد اللي بيعمل لايبوجينيسيس وانتي كيتوجينيك ميجر انتي كيتوجينيك. الانسولين كان على البروتين بيعمل انابوليزم ده من كاتابوليك هرمون وفهمناها ليه مش هقولها تاني. بياخد امينو اسيد يديها للليفر ما تبنيش بروتين عاوزينها في الليفر نعمل بيها جلوكوز. انا اسمي جلوكاجون انا جلوكوز اجونست وثلاثة تانين بيزود الكالوريز بوزيتيف انوتروبيك فهمناها لانه بيزود سايكليك ام بي على الهارت وبعدين بيستيميليت سيكريشن اوف انسولين ثم الانسولين ثم الانسولين. انا حافظ الاسئله وورد وايد في الام اس كيو والجروث هرمون والبنكرياتيك سوماتوستاتين بس اللي بيجي اللي عمله لك باللون الاصفر هو الانسولين. الشق الثاني في السؤال ريجوليشن اوف جلوكاجون ايه الحاجات اللي بتزود جلوكاجون وايه الحاجات اللي بتنقص جلوكاجون. عندنا 10 برضه 6 يزودوا و4 ينقصوا. 6 اللي يزودوا ايه اهم واحد اللي هو لو ما كتبتوش هتاخد صفر. بص لي من فضلك احنا قلنا ان الجلوكاجون بيزود الجلوكوز يبقى ايه اهم حاجه يطلع الجلوكوز الجلوكاجون لو لقى الجلوكوز ناقص هايبوجلايسيميا ده اهم لو بدات بغيرها مش هتاخد اي نمره. هو هايبرجلايسيميك هرمون بيساعد الجلوكوز بيزود الجلوكوز يبقى يطلع لما الجلوكوز يقل يبقى ده اهم حاجه هايبوجلايسيميا. طيب شوف الرابع بيطلع لو لقى الامينو اسيدز في الدم زادت فاهم ليه سبيشالي الارجينين والالانين لان هو عاوز الامينو اسيد دي يحولها الى جلوكوز بجلوكونيجينس فلو لقاها زايده هاتها بسرعه مش عاوزين تعملها بروتين هاتها نحولها الى جلوكوز. وبالتالي نمره 3 مرتبطه باثنين بيطلع بعد البروتين ميل لو انت لو كلت بروتين هيتهضم يدي امينو اسيد يبقى الامينو اسيد في الدم تزيد يطلع عشان خاطر يحولها لجلوكوز. طب عرف ازاي ان حضرتك كلت بروتين؟ الجاسترو انستاينال هرمونز اللي ما بتطلعش غير مع البروتين ميل اللي هما اتنين الكولي سيستوكاينين والجاسترين. كولي سيستوكاينين معنى الكلمة هناخدها بإذن الله في الدايجيشن. كولي سيست يعني حويصلة مرارية كولي سيست حويصلة مرارية. كاينين يعني محرك اللي هو الهرمون اللي بيفضي الجول بلادر تحرك الجول بلادر يفضيه. وجاسترين ده اللي بيطلع الجاستريك سيكريشن. دول اهم تو هرمونز بيطلعوا لو كلت بروتين. يعني شوف يعني سبحان الله فعلا وراء الخلق خالق. هو عارف منين ان انت كلت بروتين؟ انه ربنا خلى الهرمونز اللي ما يطلعوش غير لما تاكل بروتين يطلعوا جلوكاجون اللي هم الكوليسيستوكاينين السي سي كي والجاسترين. عشان كده قلت دول مرتبطين بعض. كلت بروتين يبقى الامينو اسيد هتزيد. طب ما هتبقى 3 زي نمره 2 هنا بزياده البلاط امينو اسيدز اللي هم الارجينين والالانين هنا بانك كلت بروتين وبالتالي هيزيد الامينو اسيد فهيحولها للجلوكوز بالجلوكونيجينس. عاوز الناس فاهمه احنا مش جايين نقرا مع بعض يا جماعه جايين نفهم. بيطلع بالابينفرين. طب احنا عارفين الابينفرين ده بيشتغل على الالفا والبيتا ريسبتور قلناها 1000 مره خلاص زهقت منها. البي بي بيتا انهيبيتوري اكسبت على 3 هعلي صوتي في المهم هارت هرمونز اهو يبقى الابينفرين عن طريق البيتا ريسبتور يزود الجلوكاجون. بيطلع بال اسيتايل كولين خلاص الاسيتايل كولين ده بتاع البارا اللي هو صديق الجهاز الهضمي. وكاي هرمون يا اولاد كاي هرمون بيزيد بالستريس وهنا بيزيد في الهيفي اكسرسايز. وفاهم انت ليه في الهيفي اكسرسايز والستريس؟ لانك عاوز جلوكوز يديك طاقه وهو ده بقى اللي بيزود الجلوكوز فبيطلع بالستريس والهيفي اكسرسايز. دول الست حاجات اللي بيزودوه. يبقى اهم واحده هايبوجلايسيميا دي لوحديها متفرده ثم اتنين واتنين زياده البلاط امينو اسيد او بعد البروتين ميلز. وعرف ده من الجاسترو انستاينال هرمونز اللي بيطلعوا بالبروتين ميلز اللي هم السي سي كي والجاسترين ثم تو كيميكال ترانسميترز ابينفرين عن طريق البيتا ريسبتورز والاستايل كولين وفضل واحده اللي هي معروفه في كل الهرمونات بتزود كل الهرمونات ستريس وهنا المثال هيفي اكسرسايز. طب يقل امتى بقى؟ اهم حاجه هو لما يلاقي الجلوكوز زاد يبقى يطلع يعمل ايه؟ هو وظيفته يزود الجلوكوز يبقى بالهايبرجلايسيميا.
او بزياده الفري فاتي اسيد والكيتون بوديز. ما هو كان بيزود الفري فاتي اسيد بيعمل لايبوليسيز وكيتوجينيك. طب هم زايدين يبقى ما يطلعش زياده الفري فاتي اسيد والكيتو اسيدز. اللي جايه بقى مهم قوي في الام اس كيو يا اولاد، هو يزود الانسولين، بس الانسولين اللي عاوز يوطي الجلوكوز، يوطي الجلوكاجون اللي بيزود الجلوكوز، ينهبت الجلوكاجون عن طريق الجاما امينو بيوتيريك اسيد اللي هو كنا خدناه انهبيتو الكيميكال ترانسميتر لو كنت فاكر. يعني في سؤال ان الانسولين بيوطي الجلوكاجون، ده سؤال، وعن طريق ايه ده سؤال تاني في الام اس كيو. الجابا جاما امينو بيوتيريك اسيد، وبينقص بواحد متوقع اللي هو السوماتوستاتين. ما هو السوماتوستاتين ده قلت لك يونيفرسال انهيبيتور، ما بيزودش حاجه خالص، بينقص كل حاجه. يعني ما فيش حاجه اسمها سوماتوستاتين يزود، ينقص. يبقى فين النقطه اللي انا هركز عليها هنا يا اولاد؟ حاجه واحده بس، علاقه الانسولين بالجلوكاجون. الانسولين ده باشا كلهم يزودوه، جلوكاجون يزود الانسولين، بينما الانسولين ينقص الجلوكاجون. تاني ما تلخبطهمش في الام اس كيو. كل الانتي انسولينيك هرمون اللي بيزودوا الجلوكوز يزودوا الانسولين عشان يستخدم لهم الجلوكوز. هو باشا هما كلهم يزودوه، هو بقى الانسولين اللي بينقص الجلوكوز ينهبت الجلوكاجون اللي بيزود الجلوكوز. يبقى العلاقه، خد بالك، الجلوكاجون يزود الانسولين، الجلوكاجون يزود الانسولين، بينما الانسولين ينقص الجلوكاجون. مهمة جدا في الام اس كيو بيلخبطوكوا فيها، تاخد بالك منها. يبقى ده سؤال الجلوكاجون. الاكشن ست اكشنز قسمناهم 3 و3، 3 بروتين كربوهيدرات فات بروتين اللي هم الاورجانيك عكس الانسولين، و3 انه بيزود الكالوريز وعلى الهارت وبيزود الانسولين. وبعدين نيجي الكنترول ريجوليشن، قلنا فيه خدنا 10 حاجات، 6 بيزودوه و4 بينقصوا. طبعا مش دول بس يا اولاد، احنا ممكن نكتب لستة فيها اكثر من ذلك بكثير، بس دول اللي متفقين عليهم في العالم ان هم الاكثر اهمية. يبقى حتى انا ممكن اقول لك ان اول 3 اكشولي مع بعض، يعني هو لو الجلوكوز ناقص بيطلع عشان يزوده. طب ويزوده ازاي؟ عن طريق جلوكونيجنس، يبقى يطلع لو لقى البلاط امينو اسيد زايد. طب ودي هتحصل امتى؟ لو كلت بروتين، يعني بالجاسترون سيل هرمونز. ادي 3 اهو متعلقين بعض، بس انا ما رضيتش احط دي معاهم ليه يا اولاد؟ عشان عاوز دي متفرده، ان اهم حاجه تطلعوا الهايبوجلايسيميا، لكن ممكن تقسمهم كده. بيطلع لو جلوكوز ناقص، طب وازاي هيزوده؟ نمره 2 بزياده البلاط امينو اسيد، نمره 3 لو كلت بروتين بالجاسترون سيل هرمون. يبقى دي 3 مع بعض. وبعدين 2 تو ترانسميترز ابينفرين واستايل كولين، وبعدين واحده لوحدها تبقى الاستريس اللي بيزود كل هرمونات. يبقى حتى طريقه ثانيه في الحفظ لطيفه. يبقى 3 2 1 يزودوه، 3 نقص الجلوكوز، الامينو اسيد اللي هيزود الجلوكوز، البروتين مين اللي هيجيب امينو اسيد عشان يزود الجلوكوز. ادي 3 اهم. وبعدين ابينفرين واستايل كولين يبقوا 5، وستريس نمره 6. طب ايه اللي نقصه؟ اوعى تنسى تو هرمونز مهمين جدا، سوماتوستاتين اللي بينقص كل حاجه، والانسولين. هي دي السؤال عن طريق الجاب. وبالعكس هو بيزود الجلوكوز ويزود الفري فاتي اسيد والكيتون بوديز، يبقى ما يطلعش لما الجلوكوز يبقى زايد والفري فاتي اسيد والكيتون بوديز زايد. يبقى تقسمهم دول 2 و2، وانا حاططهم لك بطريقه معينه، زياده الجلوكوز والفري فاتي اسيد والكيتون بوديز، وتو هرمونز ينقصوا الانسولين والسوماتوستاتين. ادي ازاي تفتكر ال10. يبقى الاولانيين 3 2 1، الثلاثة بتوع الجلوكوز اللي يقدروا يجيبوا جلوكوز، وتو ترانسميترز ابينفرين واستايل كولين وستريس وهيفي اكسرسايز. يقل بايه؟ بالعكس، لو الجلوكوز والفري فاتي اسيد زايده وتو هرمونز انسولين ثم انسولين ثم انسولين عن طريق الجاما امينو بيوتيريك اسيد والسوماتوستاتين. طيب انتقل ل تو هرمونز او 3 هرمونز اللي بيطلعوا من البنكرياس اقل اهميه. انا عارف في ناس كتيره ما بيشرحهمش خالص، انما انا ما هنا in my course في محاضراتي ما فيش حاجه اسمها عندي مهم ومش مهم ونشطب حاجه، لانه مش هيجي لك مريض تقول له اصل حضرتك كنت مشطوب في المحاضره ما خدناش عنك حاجه. ده انا لما بلاقي زميل فاضل بيشطب حاجه ببقى مستعجل. تعال ناخد السوماتوستاتين.
اللي هو الجروث هرمون انهيبيتنج هرمون خدناه قبل كده لما خدنا من الهايبوثالامس كان بيعمل انهيبيشن للجروث هرمون. ايه اهم كلمه هنا يا اولاد؟ ان هو يونيفرسال انهيبيتور. قلت لك دي جمله حتى انا استقطها مش من من من, من كتاب مترجم عن الالمانيه اللي هو يونيفرسال انهيبيتور. يعني الالمان كده سموه يونيفرسال انهيبيتور. مره اخرى كبقيه البانكرياتيك هرمونز هو بولي بيبتايد. اكشلي هو سمول بيبتايد لان كل الريليسينج والانهيبيتنج فاكتور بالهايبوثالامس لو كنت فاكر كانوا بيبقوا سمول بيبتايدز. عشان كده حتى انا كتبت بيبتايد مش بولي بيبتايد. وظيفته ايه؟ يريجليت الاندوكرينال سيستم. حقيقه الامر كلمه ريجوليشن دي مش مظبوطه قوي. هو بينهيبت الاندوكرينال سيستم وما فيش ولا هرمون بيزوده. يونيفرسال انهيبيتور. نيجي السورسز ليه مصدرين. خدناه في اول الاندوكراين طالع من الهايبوثالامس يعني من السنتر نيرفس سيستم. ما الهايبوثالامس جزء من السنتر نيرفس سيستم. وفي اخر الاندوكراين خدناه طالع من الجهاز الهضمي الجاسترو انستاينال تراكت بالجلانز بتاعتها. فبيطلع من بنكرياس ما احنا قلنا طالع من الدلتا سيلز اللي هي تمثل اقل من 10%. لكن طالع كمان من القناه الهضميه. القناه الهضميه من البايلوريك انترم مدخل البايلورس بتاع المعده. انترم يعني مدخل انتري حتى. بايلوريك انترم والديودينم الاثنى عشر. يبقى ده مصادره نيرفس سيستم وجهاز هضمي. نيرفس سيستم الهايبوثالامس جهاز هضمي من البنكرياس الدلتا سيلز التي تمثل اقل من 10% ومدخل الاستومك والديودينم. حتى مدخل الاستومك بيؤدي مدخل البايلورس بعديه على طول بيجي الديودينم. يعني بايلوريك انترم وبعد البايلورس بيجي الديودينم حتتين جنب بعض. ايه الاكشنز؟ شوف يا ولاد انا قلت لكم الرسومات دي واللوحات اللي بوريها لكم دي حصاد السنين. انا مش بقعد كده اروح مشخبط في الورقه كل حاجه بقعد افكر ايه الصوره المثلى اللي تثبتها في مخك. وفي ماي سيستم الذاكره اوديو فيجوال. يعني ربنا ادانا نعمه السمع ونعمه البصر فانا بستغلهم الاثنين. انت بتسمع وبتشوف مش بتسمع فقط. مش وين عملت هذه المحاضرات. انت ايه الحاجه اللي تاخد انتباهك في الاكشنز؟ بص كده كويس معايا. ده انا عامل لك سهمين مره بالاحمر ومره بالازرق. ان كل حاجه بتنقص مفيش حاجه بتزيد. مفيش حاجه اسمها السوماتوستاتين يزود حاجه. وهنا اهميه تاني للترمينولوجي. استاتيك يعني تثبيت او ما تزودش ثبتها. هو اكشن بينقص ستاتين يوقف المراكب السايره بقولها كده. طب الاكشن على ايه؟ ما احنا قلنا بيطلع من حتتين. بيطلع من النيرفس سيستم الهايبوثالامس وفي الجهاز الهضمي. يبقى لازم ليه اكشن في من الهايبوثالامس واكشن في الجهاز الهضمي. لو انا ذكي بفكر مش انت قلت لنا طالع من الهايبوثالامس طالع يعمل ايه هناك؟ هيروح للانتيرو بيتيوتري بينقص الجروث هرمون وللاوائل بقى للاوائل والثايرويد ستيميليتنج هرمون والبرولاكتين. وهتقولي ليه؟ لان انا قلت ان كل الريليسنج والانهيبيتنج هرمونز بتوع الهايبوثالامس نون سبيسيفيك. نون سبيسيفيك هو اسمه جروث هرمون انهيبيتنج بس ما بيوقفش بس الجروث هرمون اهو بيوقف كمان التي اس اتش والبرولاكت للاوائل. طب نيجي على الجهاز الهضمي. انا اقول لك الفكره بتاعته الاول عشان تفهم ليه هو بينقص الهرمونز والافرازات بتاعت الجهاز الهضمي والموتيليتي حركه الجهاز الهضمي ايفن البلاد فلو اللي جاي للجهاز الهضمي. كل حاجه نقص هرمونز بتاعت الجهاز الهضمي حركه الجهاز الهضمي افرازات الجهاز الهضمي البلاد فلو للجهاز الهضمي. لو انا جاي اقرا معاك واقول لك كده مش هتفهم. طب هو عمل كده ليه؟ برضه في الكتاب الالماني اللي قريته ده مترجم طبعا ما بعرفش المانيه بيقول ان هو وظيفته الاساسيه to prevent rapid exhaustion of food. يعني حضرتك لو انسان محترم مفروض تاكل 3 وجبات في اليوم فقط. مفروض بناكل 3 وجبات وفي ناس بياكلوا وجبتين. طب لو بتاكل 3 وجبات وهو الاكثر شيوعا سيبك من الناس اللي طول النهار تاخد سناكس يبقى مفروض الوجبه تصد معاك 8 ساعات. يعني تكفيك 8 ساعات. لو حضرتك هضمتها وامتصتها واستخدمتها بسرعه مش هتصد معاك. هو ده بقى وظيفه السوماتوستاتين.
يعني يقول لك رويدا رويدا ببطء على مهلك، ما تتسرعش عشان ما تستخدمش الاكل اللي كلته. الاكل الوجبه دي مفروض تكفيك 8 ساعات، ما تهضمهاش وتمتصها وتستخدمها في مده قصيره، مش هينفع. ادي وظيفته الاساسيه على الجهاز الهضمي، من كتاب الماني، ان هو بريفنتس، يمنع الرابيد اكزوشن اوف فود، الاستخدام السريع للفود. خلاص، يبقى عشان كده فهمنا هو ليه نقص كل حاجه، نقص كل البنكرياتيك هرمونز. قلت مفيش حاجه بيزودها، اللي هم مين غيره؟ خدنا الانسولين بتاع البيتا سيلز، الجلوكاجون بتاع الالفا سيلز، البنكرياتيك بوليبيبتايد بتاع الجاما سيلز. يبقى الالفا والبيتا والجاما وقفهم تماما. اللي جنبي قال لهم بس طلعوا قليل، عايزين بهدوء بهدوء، مش عايزين نستخدم الاكل. على الجاسترونسان هرمونز، وقف الهرمونات المهمه، الجاسترين والموتيلين والسي سي كي والسكريتين. هنبقى نتكلم عليهم في جي اي تي، واقول لك كل واحد سموه كده ليه. موتيلين عشان بيزود بيأثر على الموتيليتي. يبقى وقف البنكرياتيك هرمون والجاسترونسان هرمونز الاثنين مع بعض، حب النظام. يوقف الافرازات، الجاستريك اتش سي ال والبنكرياتيك سكريشن. واما اقول بقى بنكرياتيك سكريشن، نشوف مين هيفتكرها في الجهاز الهضمي. اهم افراز في الجهاز الهضمي هو افراز الهضمي بتاع غده البنكرياس، بنكرياتيك سكريشن. يعني البنكرياتيك سكريشن لوحدها، هقولها في الجهاز الهضمي نفس الجمله دي تاني باذن الله، يكفي لاتمام عمليه الهضم فروم اي تو زد. هنا نقولها فروم اي تو زي، ما يفهموهاش غير لو قلناها كده. يعني مش بيوقف اي حاجه، بيوقف اهم سكريشن اللي هو لوحده لوحده، الباقي كله ده يعني كومبارس، بقيه السكريشن كلها كومبارس. السكريشن الاساسي في الهضم هو البنكرياتيك سكريشن، بيوقفه، وفوقيه الاتش سي ال بتاع المعده. بيوقف الموتيليتي بتاعه المعده، الجاستيك موتيليتي والايفاكيويشن، افراغ المعده، بيبطئها. مش بيوقف تماما يعني، انت فاهم القصد، بينقص. ويوقف الانتستاينال موتيليتي والموتيليتي، يعني حركه الجول بلادر. وطبعا الافراز قل والموتيليتي قلت والهرمونات قلت، يبقى مش عاوزين دم، فبيقلل بلاد فلو تو ذا جاسترونسان تراكت. حتى لو لاحظت على البيتيوتري ما زودش، كان نقص. اسمه جروث هرمون انهيبيتنج هرمون، وقف الجروث هرمون ومعاه اثنين تانيين، تي اس اتش والبرولاكت. يبقى شفتوا يا ولاد، في شرح الواحد ممكن يتذكر، وفي شرح الواحد لو واحد عمال يشرحهم لك وما قالكش اهم جمله. ايه اهم جمله؟ ان هو يونيفرسال انهيبيتور، وفي حصاد السنين اللي هو اللوحات اللي عاملها لك اللي قعدت قصادك اللوحه وربع ساعه، انه بينقص كل حاجه. يبقى هتنطبع في ذاكرتك سمعا وبصرا. دكتور ناجي قال لنا بينقص كل حاجه بالسمع، وشفنا اللوحة بينقص كل حاجة، وزدنا عن ذلك فهما. وليه بينقص كل حاجة؟ عشان رويدا رويدا، عشان الأكلة تكفيك 8 ساعات، prevent the rapid exhaustion of food. طيب لازم يوقف إيه في جي اي تي؟ يوقف السكريشن الموتيلتي الهرمونز. طب هو ده اللي عمله، وقف الهرمونز اللي طالعة من الجهاز الهضمي، وحتى اللي تبع الجهاز الهضمي اللي طالعة من البنكرياس، بنكرياتيك هرمون وجاسترونسان هرمونز مع بعض. كل البنكرياتيك هرمونز اللي عارفها نقصها. سوماتوستاتين نقص كل الجرانو، انسولين، جلوكاجون، بنكرياتيك بوليبيبتايد، الجاسترونسان هرمونز معظم المهمين، جاسترين وموتيلين وسي سي كي وسكريتين. وقف انهي افرازات؟ اهم افرازات بنكرياتيك سكريشن، ثم بنكرياتيك سكريشن، ثم بنكرياتيك سكريشن، ثم الجاستريك اتش سي ال. وقف الموتيليتي بتاعت المعده والامعاء، جاستريك موتيليتي وبالتالي افراغ المعده والامعاء، الانستاينال موتيليتي والموتيليتي اوف جول بلادر، وعليه قلل البلاد فلو. تيجي اسهل من كده؟ تيجي احلى من كده؟ اي دونت بليف. وعليه نكمل السؤال بقى ريجوليشن. ده على فكره انا مش معتبره من 11 هرمون مهمين، يعني 11 هرمون مهمين انتهوا بجلوكاجون، انما ما بنسيبش حاجه ريجوليشن. طب هو وظيفته يمنع الرابيد اكزوشن اوف فود، يبقى امتى يطلع؟ فكر كده بهدوء، لما يكون في فود، لما ناكل. عشان كده بيطلع بالانجشن اوف فود، لما تتناول اكل، ده بيستيميليت السوماتو ستاتين عن طريق ازاي اعرف انك اكلت؟
لا ازياد الجلوكوز والامينو اسيد والفري فاتي اسيد، خد بالك التلاته حفظهم سهل، ده ممثلا عن الكربوهيدرات وده عن البروتين وده عن الفات. كلت بروتين زاد الجلوكوز، كلت نشويات زاد الجلوكوز، كلت بروتين زاد الامينو اسيد، كلت ليبيد زاد الفري فاتي اسيد، سهل. يبقى عارف ازاي انك كلت؟ لا الجلوكوز والامينو اسيد والفري فاتي اسيد زاد، يبقى حضرتك كلت نشويات وكلت بروتينز وكلت ليبيدز، خلاص يبطل بقى. وبالجاسترونسان هرمون دي بتطلع مع الاكل، واهمهم على فكره اهم جاسترونسان هرمون هو السي سي كي، عشان تبقى فاهم اهم واحد فيهم هو السي سي كي. زي ما قلنا اهم اكسوكراينال سكريشن في الجهاز الهضمي هو البانكرياتيك سكريشن، اهم هرمون في الجهاز الهضمي هو سي سي كي. شوف مين يفتكر، ادي السوماتوستاتين اللي هو طالع من الدلتا سيلز اللي هو سمول بيبتايد، وفهم المصدر بتاعه حاجتين، النيرفس سيستم الهايبوثالامس والجهاز الهضمي بنكرياس والقناه الهضميه مدخل بايلوراس والديودينم. الاكشن يبقى هتكلم على في النيرفس سيستم طالع ليه من الهايبوثالامس عشان يشتغل على الانتيريو بيتيوتري يوقف للاوائل مش بس الجروث هرمون والتي اس اتش والبرولاكت. طب وعلى الجهاز الهضمي في فكره في دماغك ان هو مش عاوز يستخدم الاكل بسرعه، يبقى يوقف الهرمونات بتاعه البنكرياس والجهاز الهضمي دي مجموعه اهي A و B واحطهم لك مع بعض، حب النظام قوي. الافرازات تبتدي بالبنكرياتيك سيكريشن والاتس ال عاوز ترتيب الاهميه، الموتيليتي المعده والامعاء ايفن الجول بلادر بيقلل الموتيليتي المجموعه الثالثه، وبعدين عليه نقص البلاد فلو. طب امتى المفروض يطلع لما اكل؟ عارف ازاي ان انا اكلت بحاجتين؟ نواتج الهضم زادت في الدم جلوكوز امينو اسيد فري فاتي اسيد وطلع الجاسترونستاينال هرمون واهمهم السي سي كي. ده لا اعتقد كثير من الزملاء بيجيبوا سيرته على الاطلاق، لكن هنا بنجيب سيرته اللي هو الجريلين اللي هو يسموه الهانجر هرمون، هبقى اقول عليه في الميتابوليزم في الترم الثاني. شوف مين يفتكره، ده بيبتايد بيتكون من 29 28 امينو اسيد، 29 ده اللي هو الجلوكاجون هو اللي 29 امينو اسيد، انما ده عباره عن 28 امينو اسيد، جلوكاجون 29 امينو اسيد، الاثنين بولي بيبتايد مش فارقه يعني 28 29، جريلين 28 جلوكاجون 29، جريلين 28 جلوكاجون 29. الفانكشن خد بالك هو اسمه ايه؟ مره تاني اهميه الترمينولوجي، يعني شفنا اهميه الترمينولوجي في الجلوكاجون انه اجونست للجلوكوز يبقى بيزود الجلوكوز. شفنا اهميه الترمينولوجي في السوماتوستاتين بيوقف كل حاجه ستاتين، طب هنا الاهميه بتاعته. تعرف ليه سموه جريلين؟ شوف اديني بساعدك بالحروف اهي. احب اقول معلومات معتبره، تتعلم ترمينولوجي، تتعلم تاريخ، تتعلم فيسيولوجي، تتعلم كل حاجه، وهذه المحاضرات بقولها تاني. المعني بها الاساسي هم الطلبه ابنائي الاعزاء الافاضل. اولا وثانيا ولحد رقم 10. ثم الزملاء وخلينا نقولها تهذيبا الاصغر سنا على اساس طبعا يعني خلينا نقولها كده مفيش داعي. والماسترات الاطباء وورلد وايد اللي اتخرجوا هنا في مراجعه للطب افري داون، الناس مش تتخرج خلاص تنسى تقرا طب، تقعد تسمع تاني وتعرف تاني تو كيب الستاندرد بتاع الطبيب كويس. اتس نوبل نوبل يعني وظيفه نبيله لازم نحافظ على مستوانا فيها لصالح العيانين. ليه سموه جريلين؟ قلت لك ركز في اول ثلاث حروف، جروس هرمون ريسبتور ستيميليشن، عشان كده بيطلع جروس هرمون ستيميليت ذا سيكريشن اوف جروث هرمون. شفت اهميه الترمينولوجي؟ يبقى انت لو فاهم ترمينولوجي عرفت الجرينين ده بيعمل ايه. هو ليه سموه جرينين؟ عشان الريسبتور بتاع جروث هرمون بيعمل له ستيميليشن فيطلع جروث هرمون سيكريشن اوف جروث هرمون، وبعدين بيستيميليت الابيتايت عشان كده سموه هانجر هرمون، هو ده اللي بيخليك تاكل. وهنعرف بعد كده انه بيطلع كمان من المعده، عشان كده لو شلنا الحته في المعده اللي بتطلع الهرمون ده تاكل اقل وتخس، ده احد هنبقى نحكي عنها بفهم بقى العمليات اللي بتخلي الناس تخس. نيجي بعد كده اقلهم اهميه اللي هو البنكرياتيك بولي بيبتايد، اللي هو قلنا طالع منين البنكرياتيك بولي بيبتايد ده؟ انت فاكر طبعا الجريلين قلنا طالع منين؟ من ابسيلون، الابسيلون اللي هو الحرف الخامس في الابجديه اليونانيه، ده كلمه ابسيلون ده اسم حرف ده جريلين. انما البنكرياتيك بولي بيبتايد طالع من الجاما سيلز اللي هو الحرف الثالث في الابجديه و36 امينو اسيد. ده وظيفته
هم الحقيقه مش عارفين عنه حاجات كتير. انتاجونيستيك تو ذا كوليسيستوكاينين، عكس الكوليسيستوكاينين. يعني ادي مثال، مثلا كوليسيستوكاينين ده من اهم الانزيمات الهرمونات اسف اللي بتزود الاكسوكراينال بانكرياتيك سكريشن، لان عارف بقيه اسم السي سي كي اسمه كوليسيستوكاينين بانكريوزامين، يعني اسمه الطويل كوليسيستوكاينين بانكريوزامين، لانه بيطلع الانزيم بتاع البنكرياس ده بقى بيقلل الاكسوكراينال بانكرياتيك سكريشن، عشان كده قلنا ان هو انتاجونيس للسي سي كي. وفي العموم هو بيريجوليت البانكرياتيك سكريشن اندوكراينال واكسوكراينال، اساسا هو طالع من البنكرياس ليه؟ ينظم افرازات البنكرياس وذر اندوكراينال هرمونال اور اكسوكراينال. بيأفكت الهيباتيك جلايكوجين ليفل والجاسترونستينال سكريشن. لسه الابحاث عليه هيعرفوا عنه حاجات اكثر، لسه ده جديد خالص، بانكرياتيك بوليبيبتايد. في برضه لاوائل الاوائل الاوائل وللزملاء الاصغر سنا، احنا قلنا البيتا سيلز للاوائل ما بتطلعش انسولين بس، زي ما كثير حتى من الزملاء الاصغر سنا معتقدين، بتطلع اميلين كمان اللي هو بيبتايد هرمون برضه. نسبه الاميلين الى الانسولين 1:100، يعني 100 انسولين والاميلين 1. طب ده بيعمل ايه؟ نفس، مش معقول طالع من نفس البيتا سيلز عشان يعمل حاجه مهم في الاخر اهو. ادي اهم وظيفه ليه، انه بيبريفنت البوست برانديال سبايكس اوف بلاد جلوكوز ليفل، يعني بيمنع الارتفاع في الجلوكوز ليفل سبايك، يعني شوك بعد الاكل. بوست برانديال يعني بعد الاكل، بيمنع السبايكس يعني الشوكه، الارتفاع في الجلوكوز بعد الاكل. طب ما ده اللي بيعمله الانسولين، ده الانسولين هايبوجلايسيميك، فعشان كده هو بيطلع معاه من البيتا سيلز يساعده، بس طبعا نسبتهم 100:1 وبرده بتطايد هرمون. خلاص، يبقى ازاي بيمنع بقى الارتفاع الرهيب بعد ما تاكل؟ انه بيسلو الجاستريك امتينج وبيقلل الجاستريك سكريشن. خلاص، وعليه بيبروموت ساتايتي، يعني يخليك عاوز تشبع، عكس الهانجر هرمون. بروموت ساتايتي، ساتيشن يعني ابقى ساتيسفايد، جاي من كلمه ساتيسفايد يعني شبعان. يبقى هنا نفس الفكره، ان هو بيعمل نفس العمل بتاع الانسولين، انه بيمنع الارتفاع الضخم في الجلوكوز بعد الاكل. ده اللي بيعمله الاميلين اللي هو بيطلع من البيتا سيلز اوف بانكرياس. اوعى تنسى سؤال ام اس كيو، ان البانكرياس فيه اتليست لحد دلوقتي 5 تايبس اوف سيلز، 5 انواع من الخلايا. طيب نيجي ناخد ال جلوكوز هوميوستيزيس، تثبيت الجلوكوز، يعني ازاي الجلوكوز ده بنثبته في الجسم، اللي هو جلوكوز هوميوستيزيس او جلوكوستاتيك ميكانيزم، الحاجات اللي بتثبت نسبه الجلوكوز في الدم، بمعنى اخر ريجوليشن اوف بلاد جلوكوز، ازاي بننظم البلاد جلوكوز. ده سؤال نظري مهم جدا، يعني اصل الجلوكوز ده ماده مهمه، يعني مش عاوزينها تعلى ولا عاوزينها توطى. توطى دي كارثه اكتر، يعني ان الجلوكوز يوطى في الدم دي مور دينجرس، لان البريم ما بيستخدمش، مخك ما بيستخدمش غير جلوكوز، لو ما فيش جلوكوز تدخل في غيبوبه وتوفاك الله، يعني طول عمرها الهايبوجلايسيميا اخطر من الهايبرجلايسيميا. يزيد دي كارثه ثانيه، بس مش دينجرس، دي هارمفول. صور الدم مليان جلوكوز يحصل انفكشنز، خلاص بقى البكتيريا بتحبها بتاع سكر، في الدنيا مليانه سكر يحصل التهابات، فمفروض نثبت الجلوكوز. ادي فكره الجلوكوستاتيك ميكانيزم، هقولها بطريقه سهله خالص يا اولاد. في حاجتين بس بيثبتوا الجلوكوز في الدم، الليفر والهرمونز. تاني الليفر والهرمونز، انت حتى تبتدي في المذاكره ما تبداش بانك تستغرق في تفصيلات نقطه، لازم الاول تشوف الجلوبال بيكتشر، الصوره العامه، كيف ننظم الجلوكوز بالكبد والهرمونز، وتسكت مع نفسك شويه كده. يبقى في كبد وفي هرمونز، هنشوف ايه في الكبد يمنع الارتفاع وايه يمنع الانخفاض، وايه في الهرمونز يمنع الارتفاع وايه يمنع الانخفاض، احنا عاوزين نثبته. طيب لما اكل during absorption كلت، يبقى المفروض الجلوكوز يعلى، ازاي الليفر بتمنع الارتفاع؟
بتاخد معظم الجلوكوز تحوله الى جلايكوجين لحد ما هم كاتبين 2/3 في كتب كثيره، لا هي لحد الساتوريشن، لحد ما تشبع جلايكوجين. جلايكوجين نمره واحد، لما تقول خلاص يا جماعه مفيش مكان نحط فيه جلايكوجين تاني كده، نحول الباقي الى فري فاتي اسيدز ونصدره. فاكر خدناها في المحاضره الماضيه، نصدره للاديبوسايتس عشان مع الجليسرول تحوله للترايجليسرايدز. انما الاساس ان الليفر بتاخد الجلوكوز تحوله للجلايكوجين ثم جلايكوجين ثم جلايكوجين لحد ما يحصل لها ساتوريشن، تشبع بالجلايكوجين. ايه الزياده بعد ما تشبعت بالجلايكوجين؟ تحوله لفري فاتي اسيد. وقلت انها ما بتخزنش جلايكوجين، واقولها تاني، فقط عشان خاطر عيونك عشان تخزن لك جلوكوز. لا، نفس الجلايكوجين بيسبورت الليفر فانكشن. وعشان كده بقول يمكن ننقذ مريض اي عيان عنده التهاب في الكلى، ليفر ديزيزس، احسن حاجه ياخدها السكريات. مريض الكبد عليه بالسكريات عشان يخزن جلايكوجين كتير في الليفر تو سبورت الليفر فانكشن بتاعت الليفر التعبان. اديك فاهم. يبقى اذا لو انا كلت عشان ما يعلاش، الليفر هتحوله لجلايكوجين لحد الساتوريشن والباقي تحوله لفري فاتي اسيد. طب لو ما كلتش يسموها بوست ابزوربتيف ستيت. ازاي الليفر تمنع الانهيار في مستوى الجلوكوز؟ يبقى بطريقتين، انهم يكبر الجلايكوجين المختزن تكسره الجلوكوز. وقلت ايه هو الجلايكوجين ده؟ الجلايكوجين ده عباره عن سبحه، الحبات بتاعتها عباره عن جلوكوز مولكيول. ده احسن تشبيه ليه. تخيل كده سبحه كل حبه فيها جلوكوز مولكيول، كوندنسيشن جلوكوز مولكيول. لو فكيت السبحه دي عملت جلايكوجينوليسيس، حطمت الجلايكوجين تطلع جلوكوز في الدم. لكن ممكن نعمله من مصدر جديد، من الامينو اسيد، مصدر جديد، عشان كده بيسموها جلوكو نيوجينيسيس. لو قلت جلوكوجينيسيس يعني تخليق الجلوكوز، جلوكو جينيسيس، لا ده من مصدر جديد اللي هو الامينو اسيد، جلوكو نيوجينيسيس. يبقى لو كلت عشان ما يرتفعش، في طريقتين، جلايكوجين 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 والباقي نحوله لفري فاتي اسيد. طب لو ما كلتش يحافظ على الجلوكوز ليفل ازاي؟ بمصدر ايه؟ يبقى هنا اثنين وهنا اثنين، جلايكوجينوليسيس اند جلوكونيجينس. طيب نيجي الهرمونز بقى، وهي الاهم. ايه اهم تو هرمونز بيحافظوا على الجلوكوز ليفل؟ معروفين خدناهم، اللي هم الانسولين والجلوكاجون. الانسولين والجلوكاجون فيدباك. لو حضرتك كلت المفروض هيحصل لك هايبرجلايسيميا، يطلع الانسولين يوطي الجلوكوز اهي. طب ولو حضرتك ما كلتش، بوست ابزوربتيف ستيت، يعني هيحصل هايبوجلايسيميا، يطلع الجلوكاجون اللي ما بزهقش بقول جلوكوز اجونست يزود البلاك جلوكوز. ده اهم حاجه. لو بدات بغيرهم لا ينتظر غير بيج او اللي هي زيرو. يبقى اهم هرمونز بيحتفظوا بالجلوكوز ليفل الانسولين والجلوكاجون فيدباك. عشان ما يعلاش الانسولين يوطيه، عشان ما يوطاش الجلوكاجون يزوده. طب نيجي في حالتين مهمين جدا، سيفير هايبو جلايسيميا، يعني انا كده يعني واقف وفجاه رحت في حاجه استدعت ان انا اجري بسرعه جدا، يبقى هيحصل انهيار رهيب في الليفل اوف جلوكوز، لانك بتحرق جلوكوز بالماسلز. سيفير هايبو جلايسيميا. هنا بقى عاوز هرمون سريع. مين سريع؟ الابينفرين، لان الكاتيكولامينز بيشتغلوا بطريقه سريعه، يطلع الادرينالين عن طريق الهايبوثالامس. هذا الابينفرين قلت اهم عمل بيعمله ايه؟ جلايكوجينوليسيس. حتى بالجلايكوجين دي جلوكوز في الحال. يبقى في السيفير هايبو جلايسيميا زي ما يكون واحد كان واقف وبعدين فجاه جري 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 فحرق جلوكوز بسرعه بسرعه بسرعه، ده اونلي واي ان يطلع ادرينالين. الهايبوثالامس النيرفوس سيستم عن طريق قلنا بقى الجريتال سبلانكيك نيرف يروح للادرينال مدلة، عشان كده بدانا بالهايبوثالامس، لان الادرينال مدلة كانت موديفايد سمباثيتك جانجل سبلايد بعصب اسمه جريتال سبلانكيك تطلع ابينفرين يعمل جلايكوجينوليز. طب نيجي حاله ثانيه بقى، برولونجد هايبوجلايسيميا، زي واحد في ستارفيشن مثلا او فاستنج. ايه الفرق بين الاثنين؟ فاستنج دي بارادتي، انا صايم بارادتي، انما ستارفيشن دي مجاعه مفيش اكل. يطلع تو هرمونز بقى، شوف الروعه بقى، تناغم تناغم جميل قوي يا اولاد. يطلع الجروث هرمون والجلوكوكورتيكويدز. دلوقتي احنا
هم حطوا خطة حبك تفهمها. في أورجانز ما تقدرش تستخدم غير جلوكوز اللي هم مثال البرين والريتنا أحسن مثال ماش هعرفوا حرقه غير جلوكوز. بقية الأورجانز بما فيها الماسلز ممكن during rest ده major energy substrate أدام ما فيش مجهود ومش معقول واحد ما بيأكلش لسه يعمل مجهود تستخدم free fatty acid. يبقى مطلوب من growth hormone glucocorticoids يوفروا جلوكوز للبرين وللباقي فري فاتي اسيد. طب بيوفروا جلوكوز للبرين ازاي؟ هما الاثنين بيعملوا بيزودوا جلوكوز الجروث هرمون بانه يعمل جلايكوجينوليسيس اساسا والجلوكوكورتيكويدز جلوكونيوجينيسيس اساسا اللي هما العمليتين اللي بيزودوا جلوكوز. وعشان ما تلخبطهاش الجلوكوكورتيكويدز جلوكو ده اللي بيعمل جلوكو جلوكونيوجينيسيس يبقى الجروث هرمون هو اللي بيعمل الجلايكوجينوليسيس. هو طبعا الجروث هرمون ممكن يعمل اثنين بس انا بقول العمل الاساسي يبقى الجلوكو يعمل جلوكو. اوعى تنساها ده دي اهم اكشن وكان بيزود الجلوكو نيوجينيتك انزيم في الليفر شو استيرويدز كان بيعمل سينثيسيس اوف بروتين انزيم اللي هم الجلوكو نيوجينيتك. الجلوكو كورتيكويدز يعمل جلوكو نيوجينس اوعى تفتكر تنسى الجلوكو كورتيكويدز يزود الجلوكو نيوجينيتك انزيم يعمل جلوكونيوجينس يبقى الجروث هرمون هو اللي يعمل جلايكوجينوليسيس. وهما الاثنين عكس الانسولين بيعملوا لايبوليسيس يبقى زودوا الفري فاتي اسيدز. اه كده اتحلت؟ اه لا ما اتحلتش في مشكله. طيب قال لي ايه المشكله؟ ان الاورجانز اللي بتستخدم فري فاتي اسيدز اسهل لها تستخدم الفري فاتي تستخدم الجلوكوز. يعني اه هي بتستخدم فري فاتي اسيد بس اسهل لها كتير تستخدم الجلوكوز. بس عشان الاورجان دي تستخدم الجلوكوز عمرها ما بتستخدمه غير بالانسولين. البرين هو الوحيد اللي بيستخدم الجلوكوز بدون انسولين وده غرض الهي لا يحتاج للانسولين في استخدام الجلوكوز. يبقى الحل عشان ما حدش يجور على نصيب الاخر ان احنا واحد يقلل عدد الانسولين ريسبتور اللي هو جروث هرمون واحد يقلل الافينيتي اوف انسولين تو ايتس ريسبتور اللي هو الجلوكوكورتيكويدز. شوف الروعه. يبقى ليه هما الاثنين تشاركه في ان هما يعني يوقفوا الانسولين؟ واحد يقلل الانسولين ريسبتور قلت بتاع العدد في المحاضره الماضيه جروث هرمون بتاع الجروث بتاع عدد الخلايا ده اللي بيقلل عدد الانسولين ريسبتور. اما الجلوكوكورتيكويدز ده بيقلل افينيتي of insulin to its receptor. يبقى كده غصب عنها بقية الأورجانز وإن كان أسهل لها تاخد الجلوكوز آه بس محتاجة إنسولين. هم بقى منعوها من ذلك بأن واحد قلل إنسولين ريسبتور اللي هو جروث هرمون واحد قلل أفينيتي وإنسولين تو إتس ريسبتور اللي هو جلوكوكورتيكويدز. يبقى لازم عليهم بالفري فاتي أسيد. مين اللي لن يضار بالقصة دي؟ البرين لأنه بيستخدم الجلوكوز بدون إنسولين. شوف الروعة. يعني حتى البايوكيمستري يا أولاد عاوز فهم مش عبارة عن جدول أقارن فيه لا أنا بفهمك في خطة في قوة عاقلة وراء الخلق نسميها الله. إيه المشكلة في واحد ما بيأكلش يجيب طاقة منين؟ البرين لا يستخدم غير جلوكوز وفروا له جلوكوز. طب الباقيين ممكن يستخدموا فري فاتي أسيد وفروا لهم فري فاتي أسيد باللايبوليس بس في مشكلة أنهم أسهل لهم ياخدوا الجلوكوز بتاع البرين. بس عشان ياخدوا الجلوكوز بتاع البرين محتاجين انسولين. البرين هو الوحيد اللي ممكن ياخد الجلوكوز بدون انسولين. يبقى الحل نمنع الانسولين. الجروث هرمون يقلل نمبر اوف انسولين ريسبتورز والجلوكوكورتيكويدز يقلل افينيتي. يبقى اللي هياخد الجلوكوز بس هو اللي مالوش علاقه بالانسولين هو البرين. يبقى الجلايكوجينوليسيس والجلوكونيوجينيسيس دول لصالح البرين والباقيين غصب عنهم ياخدوا الفري فاتي اسيد بتاع اللايبوليس وما يقدروش يحطوا ايدهم على الجلوكوز الاسهل اللي ما فيش انسولين يساعدهم. ايه الروعه دي؟ ايه العظمه دي؟ عاوز ناس فاهمه يا اولاد. يبقى هتنسى المشكله في المجاعه عاوزين مادتين جلوكوز وفري فاتي اسيد. جلوكوز للبرين الجلوكو جابهوله بالجلوكونيوجينسيس والجروث هرمون بالجلايكوجينوليسيس. طب والباقيين عاوزين فري فاتي اسيد باللايبوليس. طب عشان ما يحطوش ايدهم على الجلوكوز وهو الاسهل محتاجين انسولين. البرين مش محتاج انسولين. يبقى نلعب لهم في الانسولين. الجروث هرمون يقلل الانسولين ريسبتور والجلوكوكورتيكويدز
يقال لي الافينيتي اوف انسولين. الريسبتور دي لوحدها اسئله في الام اس كيو الافينيتي والنمبر. نيجي بقى المنحنى الجلوكوز، الجلوكوز تولرانس كيرف. لما واحد يقول لك رايح اعمل منحنى سكر، انا عاوز اعلمكم حاجات مهمه قوي يا اولاد في الطب. بيروح يعمل منحنى سكر اهو، الاول بيقوم الصبح بدري ما اكلش، نقيس له الجلوكوز الصايم اللي هو الفاستنج بلاك جلوكوز. نورمالي ما يزيدش عن 100 ملي جرام بيرسنت، 80 ل 90 ده الشخص طبيعي. وبعدين نديله 50 جرام حاجه حلوه، 50 ل 100 جرام مش فارقه، ونقيس السكر كل شويه في الدم كل نص ساعه. بيوصل اعلى ليفل ليه تقريبا بعد ساعه ساعه اهو، ومفروض يرجع تاني للفاستنج ليفل بعد ساعتين فيما هو اقل. دي الاهم بقى، المفروض يرجع تاني يعني بعد ما تاكل وجبه ويعلى الجلوكوز المفروض يرجع للليفل الطبيعي بعد ساعتين. طب هو بيعلى في الشخص الطبيعي الكام؟ بيعلى من قلنا 80 ل 90 ده الفاستنج، بيعلى لحوالي 140 ملي جرام. وفاهم ليه الكلام ده؟ لانه الرينال ثريشولد هنقولها مع الكدني باذن الله بيبتدي الكليه تدلدق الجلوكوز في اليورين لو زاد عن 180، فده يسموه رينال ثريشولد. الشخص الطبيعي بعد ما ياكل ما يصحش الجلوكوز يظهر في البول، لانه هو بيزيد ل 140 بينما مش هيبتدي يظهر في البول ويعدي رينال ثريشولد وينزل في البول غير فوق فيها 180 ملي جرام بيرسنت. تبقى عارف هذا الكلام. طيب تعال نشوف بقى ايه المشكله لو بعد ساعتين من الاكل لقينا الجلوكوز ليفل بعد ساعتين، شوف الرقم مهم، بعد ساعتين اكتر من 200 حلوه اهي، بعد ساعتين اكتر من 200 ملي جرام بيرسنت، يبقى ده ديفينت دايابيتس ميليتس، ده عنده سكر. طب لو كان فوق 140 خلاص بس تحت 200، يبقى ده امبيرد جلوكوز تولرانس كيرف، يبقى ده الكيرف بتاعه مش مظبوط، يعني نقدر نسميه بري دايابيتك، هيجي له سكر. يبقى تاني، يبقى المهم جدا بعد ساعتين يرجع للنورمال. لو بعد ساعتين فوق 200 ملي جرام بيرسنت يبقى عنده سكر. طب ما بين 140 ل 180 خلاص، يبقى ده عنده امبيرد جلوكوز تولرانس كيرف. الولاد بتوع كندا اللي بيسمعوني ما عندهمش الاعداد دي، انما انا هقول لهم 200 دي تعادل عندهم 11.1 ملي مول بير لتر. يعني لو بعد ساعتين يا اولاد لقيناها اكتر من 11.1، حتى ثلاث وحدات اهي سهله، بعد ساعتين 11.1 ملي مول بير لتر، يبقى ده ديفينتلي عنده دايابيتس ميليتس. انما لو لقيته بعد ساعتين اعلى من 140 اللي هو 7.8 لكن ستيل اقل من 11.1، يبقى ده عنده امبيرد جلوكوز تولرانس كيرف، مش مظبوط، ده في يوم من الايام هيجيله دايابيتس. ادي جلوكوز تولرانس كيرف تبقوا عارفينه كويس قوي. يبقى فين المهم في الجلوكوز تولرانس كيرف؟ طبعا الفاستنج مهم، لكن ايه الاهم منه بعد ساعتين؟ بعد ساعتين اوعى تنساه، لازم يرجع النورمال. طب لو بعد ساعتين لقيته 200، بعد ساعتين لقيته 200 من الوجبه، يبقى ده عنده سكر. طب بعد ساعتين اقل من 200 بس فوق 140، يبقى ده امبيرد جلوكوز تولرانس كيرف، يبقى ده هيجي له سكر. تبقى عارفينها كويس قوي. والفاستنج 80 ل 90 وقلتها بالوحدات اللي هم بيستخدموها في كندا، انه بعد ساعتين هتلاقوه يا اولاد اباف 11.1، يبقى ده ديفينتلي دايابيتس ميليتس. انما بعد ساعتين اباف 7.8 لكن ستيل تحت 11.1، يبقى ده امبيرد جلوكوز تولرانس كيرف. اخر موضوع بقى يا اولاد هنقوله اللي هو السكر. انا عارف ان الموضوع ده انتوا بتاخدوه اساسا في الباي كيمستري، فانا مش هاطيل فيه قوي، بس لاهميته بحب اقوله لكم. الدايابيتس ميليتس مرض السكر اللي هو مرض الدايابيتس ميليتس. طبعا اول ناس فكروا في السكر، لازم نرد لكل ذي حق حقه، هو قدماء المصريين على فكره، 1500 سنه قبل الميلاد. خلاص لاحظوا وسجلوا على البرديات
ان في ناس من 1500 سنه قبل الميلاد عندهم زياده في حجم البول. وبعدين جه واحد هندي بعد كده برضو من قديم قبل الميلاد لاحظ ان البول بتاع الناس اللي عندها سكر بيتجمع عليه النمل فسماه حتى الهاني يورين. الهاني يورين. وعلى فكرة من هنا جت كلمة ميليتس. ميليتس يعني دايبيتس. ميليتس معنى الكلمة دايبيتس يعني زيادة البول. سيفون يعني في زيادة يعني كمية كبيرة من البول. ميليتس يعني سويتي طعمه حلو. ده أصل الكلمة. يبقى دايبيتس معناها زيادة حجم البول. ميليتس يعني طعمه حلو. خلاص؟ ده القصة. يعني القصة تعود للقدماء المصريين 1500 سنة قبل الميلاد. لاحظوا ان في ناس عندها البول كتير وجي الراجل الهندي ده لاحظ ان البول ده بيتجمع عليه النمل فسماه حتى الهاني يورين. ومن هنا حتى جات التعبير بعد كده دايبيتس ميليتس. يعني بول كتير وسكري. البول السكري حتى يترجمه بول كتير سكري. ده المعناه. ممكن نستخدم كلمة دايبيتس كده لوحدها على فكرة. ما نقول دايبيتس ونسكت من غير ميليتس يبقى نحن نعني الدايبيتس ميليتس. لأن في دايبيتس آخر اسمه دايبيتس انسيبيدس قلنا اللي هو ملوش طعم بيبقى مية بس. حب أقول شوية معلومات مهمة يا أولاد تبقوا عارفينها. كام عيان في العالم عنده دايبيتس ميليتس؟ عشان ده أهم اندوكراينال ديس أوردر. عشان كده أنا هقوله معقول جدا. 415 مليون عيان في العالم عندهم دايبيتس ميليتس. طب من الأدلتس كام في المية عندهم دايبيتس ميليتس؟ 8.3 من 10 من كل 100. يعني 8.3% من الأدلتس عندهم دايبيتس ميليتس. طبعا نسبة أعلى شوية في البلاد العربية عندنا. طب تكلفة الدايبيتس ميليتس في سنة 2014 كلف العالم، اسمع الرقم افتح ودنك، 612 بليون دولار أمريكي. 612 بليون دولار أمريكي. معظم التكلفة على فكرة كانت في أمريكا. يعني 240 بس بليون في أمريكا كلفها المرض ده لوحده. شو بقى فيه كم مرض؟ ايه خطورة هذا المرض؟ انه بيزود احتمال الوفاه المبكره 2 times الايرلي ديث بيحدث. ادي شويه حقائق لطيفه علميه فقط المعلومات العامه. يبقى كم واحد عنده؟ 415 مليون عيان عندهم دايبيتس ميليتس. عشان تفهم ليه بقول الكلام ده عشان تاخد بالك بقى من المرض. احنا ما بنتكلمش عن اي مرض. 8.3% من الادلتس عندهم دايبيتس ميليتس. التكلفه في سنه 2014 كانت 612 بليون دولار أمريكي للعالم. أمريكا دفعت منهم 200 وشوية للعيانين بتوعها. نبتدي بقى الديفينيشن. ما هو تعريف الدايبيتس ميليتس؟ هو جروب اوف ميتابوليك ديس اوردرز. يعني هو اساسا ميتابوليك ديس اوردر. ما احنا اتكلمنا في الفانكشن اوف انسولين كان عن الميتابوليزم كربوهيدرات فات بروتين لو كنت فاكر. يبقى هو ميتابوليك ديس اوردرز كاركترايز بايه؟ بهاي بلاد شوجر اوفر لونج بيريود اوف تايم. يعني هاي بلاد شوجر لمدة طويلة. ايه الكوز؟ يا ابسوليوت يا ريلاتيف انسولين ديفيشنسي. يعني انسولين ناقص. يا ناقص بصورة مطلقة يا اما بصورة نسبية. هنشوف يعني ايه بصورة نسبية. اديها بطريقة تانية. يبقى يا اما الانسولين ناقص يا اما البادي سيلز دو نوت ريسبوند تو انسولين. فاكر لما علمتكم في اي هايبو فانكشن قلت ايد لوحدها ما تسقفش. يعني الهرمون بيشتغل على الريسبتور. الهرمون انكتف الريسبتور انكتف. الهرمون ريسبتور كومبلكس هو ده اللي اكتف. يبقى اي هايبو فانكشن اي هايبو فانكشن ينتج من حاجتين. يا الهرمون ينقص يا الريسبتور فيها ديفكت. اي هايبو فانكشن. وادي مثال اهو دايبيتس. بريديسبوزينج فاكتورز هيريديتري. طبعا في عامل وراثي اثبتها لكم دلوقتي. لو اتنين ايدنتيكال توينز واحد عنده تايب 2 دايبيتس اللي هو العادي بتاع اللي بيسموه ادل دايبيتس زمان 90% اقول اللي هو التوأم اللي هو من نفس البويضه التوأم المتشابهه يجي له دايبيتس 100% في عامل وراثي هيريديتري. تاني حاجه الاوبيستي يا اولاد التخن ده اهم سبب لتايب 2 دايبيتس ميليتس وما لا اكل
ان حكايه ان الواحد يحافظ على البادي شيب وما يتخنش دي مش واجهه اجتماعيه بس، وهقولها تاني اهو. الاوبيستي التخن اذا اوبن دور، باب مفتوح لمرض السكر، لا اكل منها. الاوبيستي اذا اوبن دور فور دايابيتس بليتس، اللي هو هيزود احتمال الوفاه الايرلي ديث تو تايمز. يعني مفيش هزار في التخن ده، مهم جدا. وقلنا لان التخن ده بيعمل انسولين ريزيستنس، ربما بيأثر في ريسبتور، ربما بيأثر في الجلوكوز ترانسبورت رقم 4، مش عارفين، بس عارفين في انسولين ريزيستنس. التخن ده اهم سبب لتايب 2. طب نيجي سؤال شافه يسألوا لك، هل في الانيمالز ممكن نعمل دايابيتس؟ اه سهله، ادي اللوكزان بيدستروي البيتا سيلز، او ادي انتي انسولين انتي بوديز يدستروي البيتا سيلز والانسولين، يبقى انتي بوديز ضد الانسولين، او اللوكزان بيدستروي البيتا سيلز، او شيل البنكرياس. ده اللي عمله على فكره فريدريك بانتينج، بانكرياتكتومي. طب الجينيتك فاكتور، انت بتقول لنا في عامل وراثي، احكي لنا شويه عن الجينيتك فاكتورز. ممكن الديفكت يبقى في انسولين ريسبتور ميوتيشن، تغير في الانسولين ريسبتور. ممكن الانسولين ريسبتور سبستريت تبقى هي اللي بايظه. يعني ايه انسولين ريسبتور سبستريت؟ ان الريسبتور في ماده بتمديت الاكشن بتاعه، لما يمسك الانسولين في الريسبتور في سبستريت ماده بتعتبر هي السيجنال، هي اللي هتعمل الاكشن. ان الماده دي بقى السيجنال، الوسيط ده ما بين الريسبتور والاكشن، في ديفكت، او في صعوبه في البرو انسولين كونفرجن. يعني البرو انسولين ما بيتحولش الانسولين اللي هو الثلاثة بولي بيبتايد الـ 2 بيبتايد شينز، أو في ديفكت في الجلوكوز ترانسبورتر رقم 4 اللي هو الوحيد اللي بيتأثر بالإنسولين، أو في الجلوكوكاينيز بتاع الليفر اللي هو بيتأثر بالإنسولين، أو الإنسولين نفسه في تركيبه في جين ميوتيشن. كل دي جينيتك فاكتورز، يبقى 100% في عامل جيني. طيب هل ممكن الدايابيتس يجي من هرمون غير الإنسولين؟ طبعا، ما أنا قلت كل الهرمونات يا أولاد ضد الانسولين، فلو زاد اي هرمون اخر غير الانسولين كان الانسولين نقص، يجي لي سكر. زي مين اهو؟ اول ثلاثه بحرف جي، جروث هرمون، هم هتلاقيهم كلهم، والجلوكوكورتيكويدز اللي هو الكورتيزون والجلوكاجون والتي 3 والتي 4 والادرينالين في الفي كروموسايتوما. فاكر في الفي كروموسايتوما كان بيحصل هايبرجلايسيميا، يبقى اي هرمون. طب هل في ادويه بتعمل سكر؟ اه طبعا في ادويه بتعمل سكر، كل الستاتينز اللي هي الادويه اللي بتنقص الكوليسترول ممكن تعمل سكر. يبقى ادويه الكوليسترول تبقى فاهم انها ممكن تعمل سكر، والبيتا ادرينرجيك اجونست برضو ممكن تعمل سكر، اللي هي الادويه اللي بتستيميليت البيتا ريسبتورز، تبقى عارف المعلومات دي جدا عن السكر. طب نيجي الكومبليكيشنز بقى، مضاعفات مرض السكر. في مضاعفات اكيوت كارثيه حاده، وفي لونج تيرم. اكيوت يحصل ايه؟ ما مفيش انسولين، يبقى مفيش حد هيوطي الكيتون بوديز، لان هو ده الميجر انتي كيتوجينيك، يبقى يحصل كيتو اسيدوزيس، دايابيتيك كيتو اسيدوزيس. دي على فكره ما تحصل اساسا في النوع تايب 1 اللي هو بيجي في الصغيرين، تايب 1 دايابيتس ميليتس اكتر، دايابيتيك كيتو اسيدوزيس. تلاقي ريحة بق العيان فيها أسيتون، والعيان تلاقي يحصل له إير هانجر، كأنه عطشان للهواء، يسموه كوزمول بريثينج، لأن الأسيدوز بيستيميليت ريسبريشن، وفي أسيتون من ضمن الكيتون باديز أسيتون، وتلاقي عنده أبدومينال بين ونوزيا وفوميتينج. ده الدايابيتيك كيتو أسيدوز وإيفن ديث في الأكل. طب تاني مصيبة اكيوت، انما الجلوكوز يزيد جدا هيزود الاوزموتيك بريشر بتاع الدم، فيديني حاجه اسمها هايبر اوزمولر هايبر جلايسيميك ستيت، خطيره جدا. ده الاكيوت. طب نيجي بقى اللونج تيرم، يعني الناس اللي عندها سكر في حاجات بقى مزمنه لازم يظبطوا السكر بقى، بس هتحصل ليه؟ قلنا لونج تيرم انها بعد 10 20 سنه من الاصابه بالسكر، 10 تو 20 ييرز. اول حاجه كارديوفاسكولار كورونري ديزيزز، 75% من حالات الوفاة بسبب الديابيتس بسبب كورونري ديزيز، 75 حتى تربح حالات الناس اللي بتموت من السكر بسبب الكورونري.
طب في حاجات تانية ستروك في المخ يجيله شلل، كرونيك رينال فيلير فشل في الكلية، فوت ألسرز يعني يجيله قرح في رجليه، عينيه بوز اي دامجز ما يشوفش، وبعدين نيورايتس اللي هو التهاب في النيرفز، فاكر البريفرال نيورايتس بولينيوروباثي، كل ده دي الكرونيك كومبليكيشن. يبقى اهمهم على الاطلاق ايه؟ الكروناري. بنخاف جدا على الكروناري، تلات ارباع حالات الوفاه من السكر بسبب امراض الكروناري، لكن في ستروك، في فشل كلوي كرونيك ريان فيلير، في قرح في الرجلين، في بوظان في العين، في نيورايتس. طيب تقل، انا بتكلم سبع نقط عن السكر يا اولاد عشان احب تتابعوني، بحب قوي المنتال سيت. يبقى اول نقطه اتكلمت عليها اللي هي الديفينيشن، ان هو ميتابوليك ديس اوردرز، مجموعه من الميتابوليك ديس اوردرز فيها الجلوكوز عالي لمده طويله. الكوزس قلنا متعلق بالانسولين او حواشي الانسولين، ابسولوت ريليتيف انسولين ديفيشنسي، خلاص. وبعدين قلنا البريسبوزنج فاكتورز حاجتين، وراثه والاوبيستي نمره 3. والنقطه الرابعه الكومبليكيشن، قلنا نوعين اكيوت ولونج تيرم. حتى اللونج تيرم برضو احب اذكركم بحاجه، هي مكتوبه قصادك كل الحاجات اللي قلتها دي، بيبقى الدايبيتس بيحب قوي 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 افكت السمول فيسلز يا اولاد، السمول فيسلز مش اللارج فيسلز، بس مش فرق كارثة. يبقى ده اول اربع نقط. نيجي النقطه الخامسه، تايبس اللي عندنا في الدايبيتس، سبع انواع السكر. الطالب العادي هيقول تايب 1 وتايب 2، حضراتكم لا، انتوا الاوائل، وهنا وهنا فقط تصنع الاوائل. انتوا هتقولوا في فور تايبس، تايب 1 وتايب 2 دول الاهم طبعا والاشهر، وفي جيستيشنال، جيستيشن يعني حمل، اللي هو السكر بيحصل مع الحمل، ست زي الفل بقت حامل جالها سكر، دي غالبا لما البيبي بينزل، لما يحصل تشايلد بيرث بيروح السكر، فما تتخضش تبقى فاهم. طب يوجوالي الست الحامل بيجي لها سكر، لو خلفت البيبي السكر هيختفي، اسمه جيستيشن. وفي اذر سبيسيفيك تايبس، في انواع تانية من السكر غير تايب 1 وتايب 2، بس دول يعني بياند دراستنا، بس تبقى عارف في فور تايبس، تايب 1 وتايب 2، تايب 1 وتايب 2 دول مهمين، تايب 1 وتايب 2 وجيستيشن واذر سبيسيفيك تايبس. انا عامل لك جدول رائع، ايه الفرق بين السكر بتاع الاطفال اللي هو تايب 1 والسكر بتاع الكبار اللي هو تايب 2 دايبيتس ميليتس. زمان تايب 1 دلوقتي ما بيستخدموش هنا الاسامي دي، انا عارف بيستخدموها في بلادنا العربيه لكن هنا لا، كانوا يسموا تايب 1 انسولين ديبندنت دايبيتس ميليتس، يعني لازم ياخد انسولين، هو فعلا لازم ياخد انسولين بس خلاص بطلوا الاسم ده. وتايب 2 بيسموه نون انسولين ديبندنت، مش معتمد على الانسولين. ليه بطلنا الاسم؟ لان تايب 2 في مرحله ما بنديله انسولين، ممكن ما ندوش ممكن نديله، لكن مش هيقعد طول عمره نون انسولين ديبندنت. كانوا زمان بيسموه برضه وسكول جوفينايل، ده بتاع الصغيرين وده الادلت اونست دايبيتس. ليه بطلوها؟ لان ده ممكن يحصل في الكبار وده ممكن يحصل في الصغيرين، يعني ده يوجوالي بات نوت اولويز. عشان كده الاسم اللي فاضل تايب 1 وتايب 2، ودي الاسامي القديمه اهي، انسولين ديبندنت اللي هو بتاع الصغيرين، وانسولين نون انسولين ديبندنت بتاع الكبار. تين جدول جميل قوي. الاونست تايب 1 ده بيحصل سادن ان ويكس اور مانث، انما ده بيحصل فيري جرادوال، ده ممكن تقعد عندك سكر فتره طويله وانت مش عارف، يبقى ده الاونست. ده mostly in children, mostly not always، إنما ده mostly in adult. النقطة الثانية body size، في type 1 بيبقى اللي جاله type 1 بيبقى العيان thin رفيع أو normal، إنما احنا قلنا type 2 السبب الأساسي ليه obesity، فبقى العيان تقين بيجي في التخان أساسا. عشان كده لو أنت حافظت على وزنك يبقى بتبعد عنك حكاية السكر دي، مش بصورة مطلقة بس بتبعده جدا. نيجي بقى الحاجات الوحشة بقى، كيتو أسيدوزيس very common في type 1 إنما rare في type 2. الأوتو أنتي باديز اللي هي غالبا دلوقتي في ناس بتفكر إن type 1 ده أوتو إميون ديزيز، في أنتي باديز عملت destruction للبيتا سيلز، فده usually present إنما هنا absent. طيب الإندوجينس إنسولين يعني الانسولين اللي جوه مش اللي بناخده من بره كعلاج، ف
في تايب 1 مفيش بيتا سيلز يبقى لو اور ابسي، انما هنا شوف في تايب 2 نورمال او ناقص شويه او زايد، حتى لان ساعات في انسولين ريزيست الحب مش في الانسولين اهو نورمال او ناقص او زايد، انما هنا لا، عشان كده سموا ده بص انسولين ديبندنت، انما ده سموه نون انسولين ديبندنت، قلنا التسميه غلط لانه ممكن يحتاج انسولين. طيب الكونكوردنس ان ايدنتيكال توينز، يعني لو في توائم متشابهه، عايزين نشوف قوه العامل الجيني والوراثي قوي جدا في تايب 2. التوائم المتشابهه لو واحد عنده دايابيتس الثاني 90% هيبقى عنده دايابيتس، انما في تصور تايب 1 لانه ممكن يبقى سبب اوتو اميون، ممكن اسباب مش مفهومه 50% بس، يبقى يجي له الطفل الثاني التوأم المتشابه يجي له في 50%. طب البريفالنس يعني الشيوع في الدنيا مين النوع الاكثر؟ تايب 2 طبعا 90%، انما تايب 1 ده 10%. خلاص. طب نيجي الكوز، قلنا هنا اساسا مفيش انسولين، في لوس اوف بيتا سيلز موستلي غالبا سببها اوتو ايميون ديزيز اميونو ميدييتد، في انتي بوديز حطمت البيتا سيلز ده موستلي، لكن ساعات ايديوباثيك مش عارفين السبب، ايديوباثيك يعني سبب مش معروف. انما في الادل بقى ده بيسو ده اللي يهمنا اكتر، ان ده 90% ده عباره عن السبب بتاعه ميبي ان الشخص نفسه يعني combined with deficiency of insulin. ليه بقى الكوز؟ قلنا بيبقى معاه insulin resistance، لانه في insulin resistance دي ممكن insulin قلنا يبقى عالي، ممكن insulin يبقى واطي، ممكن يبقى normal. اهم سبب ليه اهو يا اولاد الاوبيستي، ده اهم سبب، ثم genetic factor عامل وراثي، ثم تخيل بقى معلومة حلوة بقولها تملي في 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 الحلقات التلفزيونيه، اللاك اوف اكسرسايز 7% لقوا من حالات الدايابيتس شخص بس ما بيعملش اكسرسايز، ما بيتمشاش، ما بيعملش مجهود. يبقى اللايف ستايل مهمه جدا في تايب 2، انك انت تحافظ على وزنك. الاوبيستي دي زي الاوبن دور زي ما قلنا، تعمل اكسرسايز كل الناس هنا بتمشي، 7% من الناس اللي بيجي لها دايابيتس بسبب الحكايه دي، لكن طبعا في عامل وراثي. ادي انواع الدايابيتس. يبقى ليه الاوائل الطالب العادي هيقول لهم تايب 1 وتايب 2، حتى يقعد يقول لهم الاسامي القديمه انسولين يعني ديبندنت وانسولين نون انسولين ديبندنت، انسولين ديبندنت نون انسولين ديبندنت، اللي هي الجوفينايل والادلت قلت ده بطلوه الاسامي دي، النهارده تايب 1 وتايب 2، وجدول رائع اهو مش هعيده تاني، يبقى انت عيده اسمعني مره اخرى، بس الجدول ده من اهم الجداول. خلاص. وبعدين النوع الثالث جيستيشن بتاع الحمل ويضيع بعد الولاده، والنوع الرابع اذر سبيسيفيك تايبس. جدول رائع يا اولاد عشان بنتكلم في مرض مهم. اللوحه الاخيره يا اولاد ميتابوليك ديس اوردرز، ده سهل قوي قوي، اعكس وظائف الانسولين، هو ده الميتابوليك ديس اوردرز. الانسولين بيعمل ايه يا اولاد؟ بيعمل هايبوجلايسيميا، يبقى على الكربوهيدرات هيحصل هايبرجلايسيميا، سكر دي لو نسيتها هتبقى مصيبه، هو مرض السكر يبقى هايبرجلايسيميا. ده هيؤدي لايه؟ دي اللي بتنسوها بقى وبزعل جدا، لما يزيد الجلوكوز يا اولاد هيزيد الاوزموتيك بريشر بتاع البلاد، يبقى هيحصل حتى يسموه هايبر اوزمولر هايبرجلايسيميك ستيت، ده كان من ضمن الكومبليكيشن، يعني الاوزموتيك بريشر هيزيد، يبقى هيسحب الدم ميه من الخلايا فهيحصل سيلولار ديهيدريشن، دي مهمه جدا هنا، حدش بينساها هنا ابدا، ان زياده الجلوكوز هتؤدي لزياده الاوزموتيك بريشر وبالتالي سيلولار ديهيدريشن. طب الجلوكوز اللي زاد ده هيحصل له ايه؟ نفكر، هينزل في البول، يبقى يحصل جلايكوزوريا فيؤدي الى بوليوريا، يعني العيان يقوم يبول كتير وعليه يشرب كتير بوليديبسيا، واظن دي من اهم الحاجات اللي بتخلينا نتنبه ان عنده جاله سكر، انه بيتبول كتير وبيشرب كتير. ده قدماء المصريين من 1500 سنه اول ناس تنبؤوا سجلوها في البرديات، لقوا انه شخص بيتبول كتير. اما تتبول كتير ليها عيب بقى، انك هتفقد اليورينري بوتاسيوم اند صوديوم، تفقد كميات ضخمه من بوتاسيوم والصوديوم. طب بعد كده بوليفاجيا، العيان ياكل كتير. خد بالك برضه عاوز اقول لكم حاجه لطيفه، العيان التخين يجي له سكر، ولما يجي له سكر يبتدي يخس، تصور ان مفيش انسولين، الانسولين ده اللي بيتخن تاني، التخن يجيب سكر،
لان الاوبيستي بتزود انسولين ريزيستنس. طب ولما يجي له سكر يخس؟ اوعى تنساها دي. واول ما تعالجه بالانسولين يبتدي يدخل تاني. ما انت فاهم ليه؟ يبقى وزنه زي الفل عشان الانسولين الوحيد اللي بيعمل لايبوجينس. فالعاني هنا بيبقى اللي هو بيخس لما يجي له سكر بياكل كتير. بوليفاجيا. بوليفاجيا يعني فجعه. ليه؟ تبقى فاهم ان الساتايتي سنتر، وهشرحها مع الميتابوليزم باذن الله في محاضرات ميتابوليزم. الساتايتي اللي يخليك ساتسفايد، مش عاوز تاكل، سموه ساتايتي من كلمه ساتسفاكشن، مش عاوز اكل. ده عشان يشتغل وما تاكلش لازم يحرق جلوكوز. تملي حتى بقولها بالوضع. انا يا اولاد الساتايتي سنتر اهو، الساتايتي سنتر ده زي العبد الله، احنا الاثنين الساتايتي سنتر دي حقيقه، والساتايتي سنتر والعبد الله بنحب قوي الحلويات. فالساتايتي سنتر لما يلاقي فيه جلوكوز كتير في الدم يبقى نشط، يوقف الفيدنج سنتر، خليك ما تاكلش، فاهم؟ يبقى الجلوكوز بينشط الساتايتي بتاع الساتسفاكشن، يوقف الفيدنج ما تاكلش. لسوء الحظ دي جمله بقى بمليون جنيه. الساتايتي سنتر ده الحته الوحيده في المخ، او من الحتت الوحيده في المخ اللي عشان تستخدم جلوكوز محتاجة انسول. احنا قلنا المخ مش محتاج انسول عشان يستخدم جلوكوز، الساتايتي سنتر لازم يبقى فيه انسول. طب في الدايبيتس مفيش انسول، يبقى فيه جلوكوز بس الساتايتي سنتر مش عارف يستخدمه، لانه هو الجزء في البرين اللي لا يمكن يستخدم الجلوكوز الا لو فيه انسول، يبقى ان اكتف، يبقى ما يوقفش الفيدنج سنتر، فتاكل كتير يحصل لك بوليفاجي. يبقى دي معلومه قيمه جدا، يبقى البرين يستخدم جلوكوز بدون انسول ما عدا الساتايتي سنتر، تبقى عارفها كويس قوي. الان عشان كده عنده بوليفاجي. طيب يبقى قلنا عنده هايبرجلايسيميا ادت الى زياده الاوزموتيك بريشر، ادت الى سيلولار ديهيدريشن. طب الجلوكوز الكتير نزل في البول جلايكوزوريا، يبقى بوليوريا وبوليديبسيا وفقدت بوتاسيوم وصوديوم، وبياكل كتير، بوليفاجي. نيجي للفات بقى. طب مش عارف يحرق جلوكوز، ايه المصدر التاني؟ الفات. يبقى بقى الجسم يدور على الفات، يبقى نكسر الفات وياخد منه الطاقه، اكسسيف يوتيلايزيشن اوف فات. دي هتؤدي الى لايبوليسيس، وطبعا استخدام الفري فاتي اسيد علمتها لكم. في عدم وجود الجلوكوز يدي كيتوزيس، يعني مش استخدام الفري فاتي اسيد يدي كيتون بوديز، لا لا، عاوز نبقى فاهمين بايو صح. متى يتكون الكيتون بوديز؟ تعرفها صح. الكيتون بوديز تتكون لو استخدمت فات بدون جلوكوز، اللي هو في الدايبيتس ميليتس، اللي مش عارف يحرق جلوكوز، فبيحرق فات بدون جلوكوز، ده اللي يدي كيتون بوديز، اللي هو كيتوزيس اللي هو ان فورم اوف اسيدوزيس. طيب اكتر الامراض اللي بهدل دهنيات الدم هو السكر. فتلاقي العيان عنده الباد كوليسترول اللي هو الفيري لو دنسيتي، واللو دنسيتي مش قلنا الواطي ده واطي، ده الباد كوليسترول. اللو دنسيتي والفيري لو دنسيتي ده تلاقيهم عاليين، احنا عاوزين الواطي واطي، ومش كده وبس. والترايجليسرايدز سيرم ترايجليسرايدز كمان تعلى. ومن المعلومات اللي عاوزكم تعرفوها يا اولاد كويس، انه يعني لو واحد عنده الكوليسترول عالي محتاج دواء معين اللي هو الستاتينز، عنده ترايجليسرايدز عاليه محتاج دواء اخر، يعني ما بنعالجهمش بدواء واحد. اكتر حاجه بتبهدل دهنيات الدم اللي هي الدايبيتس. هنا بيزيد مين؟ بيزيد الترايجليسرايدز سيروم ترايجليسرايدز، وبيزيد الباد كوليسترول اللي هو الواطي الفيري لو دنسيتي واللو دنسيتي. طب نيجي على البروتين، هو كان انابوليك الانسولين، يبقى اعكس، يبقى كاتابوليزم، يبقى العيان عشان كده بيخس. ليه العيان لما يجيله سكر بيخس؟ اديك فهمنا لوس اوف ويت، لان عنده كاتابوليزم. واثين يعني ضعف، ما انا علمتك ثمين يعني قوه، اثين يعني ضعف. طب وهياخد الامينو اسيد دي هيعمل بيها جلوكوز، فالجلوكوز يعني يبقى يزيد الجلوكونيوجينس، ما احنا قلنا الانسولين كان بينقص الجلوكونيوجينس، هيزيد الجلوكونيوجينس. يبقى ده الميتابوليك ديس اوردرز، سهل يا اولاد. عكس الفانكشن، الانسولين بيعمل هايبوجلايسيميا، يبقى يحصل هايبرجلايسيميا بتوابعها بقى جلوكوزوريا وما شابه. الانسولين كان لايبوجينيسيس وانتي كيتوجينيك، يبقى يحصل لايبوليسيس عكس لايبوجينيسيس لايبوليس، وعكس انتي كيتوجينيك كيتوزيس بتوابعها. دهون الدم الترايجليسترايدز تزيد،
باد كوليسترول اللي هو اللو دنسي والفيري لو دنسي تزيد ومحتاجين دوائين مش دواء واحد في الاغلب. وبعدين البروتين انابوليك يبقى هنا كاتابوليزم عكس. يعني لو انت حافظ الانسولين كويس سمعت محاضره الانسولين كويس تتوقع ايه اللي هيحصل؟ كاتابوليزم يبقى هفقد الوزن لوس اوف بادي ويت وضعف الثنيا وانكريز جلوكونيوجينس. نيجي للتريتمنت يا اولاد. اهم حاجه الاول في اللايف ستايل في اللي عنده دايابيتس طول عمري بقولها حتى على شاشات التلفزيون لايف ستايل ويت كنترول. الاوبيستي دي من الكوارث اللي بنعاني منها دلوقتي. ويت كنترول ازاي؟ بطريقتين. دايت ريجيم. طب لو عندك البادي ماس اندكس عالي جدا ناس تخين جدا ساعات ما ينفعش الدايت ريجيم. وي هاف تو دو سيرجري سلينج اوبريشن. المعده من احسن العمليات. وي هاف تو لان البديل مروع. اذا مش عارف تكنترول يور بادي ويت بالدايت لازم تعمل سيرجري. 2 في اللايف ستايل ريجولار اكسرسايز.